السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة الأرض، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. عنوان النهاردة أهمية التحليل في الوقت ده بالذات لأشجار الزيتون. تحليل أشجار الزيتون معناها أنك هتحلل ورق، ويا ترى إيه قيمة التحليل النهاردة بالذات وفي الأيام دي؟ احنا السنة دي قلنا أن الزيتون استوفى وحداته من البرودة كاملة، يعني حالة التزهير بتاعته المفروض ان هي هتبقى كويسة. طيب حالة التزهير كويسة زي ما احنا شايفين اهو، ده برعم زهري مكتمل بسم الله ما شاء الله، مرصوص رصة كاملة، تمام زي ما انتم شايفين مرصوص رصة كاملة، وده بنسميه لسه التمايز الزهري. ودي شجرة بكوة المتأخرة شوية، لان البكوة السنة دي متأخر شوية، ومفيش قلق انك تلاقي البكوة المتأخر، ما عندكش مشكلة. طيب انا اقصد ايه بضرورة تحليل عنصر البروم بالذات؟ تعرفين ان زملائنا المحترمين استشاري الزيتون معظمهم بيركزوا على ضرورة وجود عنصر او الاهتمام بعنصر البروم في الزيتون، وده كلام صحيح، لكن انا اخشى من حاجة، انك انت تصاب بفوبيا نقص البرون ومحتاج البرون علشان العقد والاخصاب. ودي اهمية البرون دلوقتي، انه لما بيبقى موجود على الميسم بتاع الازهار لما تفتح هو بيعمل طراوة او لزوجة في الميسم على اول انابيب اللقاح، وبالتالي بتلتصق به حبة اللقاح وبتحصل الاستطالة الطبيعية و التواصل بين حبة اللقاح والبويضة اللي بتبقى موجودة في قاع الأنبوبة الزهرية من تحت، في قاع أنابيب التبويض أو أنابيب المبايض الزهرية. طيب افرض أنا جالي بقى الإيه؟ هذا الهوس وهذه الفوبيا بتاع نقص البرون، وقعدت أرش برون برون برون، إيه اللي ممكن يحصل عندنا؟ يحصل عندك توكسيز دوز بالبرون. يعني ايه توكسيز دوز؟ يعني جرعة زائدة ذات سمية بالبرون، زي بالظبط ما يكون عندك صداع، والصداع معروف لازم تاخد له مسكن، مسكن البنادول المشهور، يقول لك خد لك قرصين بنادول، صحيح هيضيع الصداع. لكن افرض انت عندك فوبيا والصداع بتاعك ده عصبي وملوش علاقة بحالة تانية معينة، فقعدت تاخد طول اليوم كل ساعتين تاخد لك قرصين، او مرة واحدة قمت بالع اربعة، وصل 10 اقراص بنادول في ساعتين ثلاثة، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لك سمية بالبنادول. يبقى اذا منقول من العلاج ما قتل، فاذا التوازن مطلوب. صحيح عنصر البروم مهم جدا جدا، ولذلك انت لازم تجمع لك شوية اوراق، ومعروف طريقة الحصول على عينة الأوراق من شجرة الزيتون. تاخد العينة امتى بالظبط؟ تقصها ازاي؟ تجمعها منين؟ من انهي أوراق، قديمة ولا جديدة؟ لو اخدت من أوراق جديدة طبعا ده مش هيكون انديكيتور كويس للتحليل، فلازم تاخدها من افرع طراحة، أوراق قديمة، لا هي قديمة او عجوزة ولا هي حديثة من اللي طلع جديدة من الافرخ المائية، لكن لازم تاخد العينة من أوراق محيطية كده بالشجرة زي ما أنا بلف، تمام، وتاخدها يفضل إن هي الصبح بدري والندى موجود. تاخد الأوراق، بتاخد كمية كيلو أوراق على الأقل، ومن عدة أشجار مختلفة علشان ما تاخدش من شجرة واحدة. ولو عندك أحواض مختلفة بتاخد عينات من أحواض مختلفة، وممكن يا إما تعمل عينتين ثلاثة، أو علشان توفير الفلوس انت بتعمل خليط وبتاخد عينة عشوائية من الخليط اللي جمعته وتروح تحلله، وبالمرة حلل معاه كل النسب اللي انت عاوزها عشان البروم ما يزيدش قوي، وبالتالي وما يبقاش ناقص كمان تلحق الايام دي. لو ناقص تقدر ترش رشة برون صريحة او كالسيوم برون مع طحالب بحرية، تمام، وتقدر تاخد نتيجة كويسة ان شاء الله من العقد الثمري. ليه؟ لانه انا لو فرض انه كمية التزهير حتى لو طلعت قليلة في بعض الأشجار تقدر تعمل نسبة إخصاب وتحافظ على الزهرة حتى لو قليلة في بعض الأصناف، لأنه يخشى من أن البكوة للسنة دي يكون يعني برغم المثالية في وحدات البرودة
ويمكن التزهير، إنما يمكن يتعرض لأي انتكاسة، فيبقى أنت اهتميت بالزهرتين الموجودين فيعقدوا عقد كويس ويوصلوا معاك في النمو والتحجيم إن شاء الله، وربنا يجعله موسم خير عليكم وكل عام وأنتم بخير. كان معكم محمود البرغوثي، قناة الأرض.